اهلا بيكم ورجعنا لكم وفقره ريمونتادا. ولما نقول ريمونتادا يعني تسيب كل اللي وراك واللي قدامك وتسيب الموبايل وتنتبه، عشان زي ما اتكلمنا قبل الفاصل عن الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه والاسطوره الكابتن محمود الخطيب، رجعنا لكم نتكلم عن البعض بقى اللي بيحاول يلعب في المنطقه دي ويحاول دايما ياجج، تمام، صراعات بقى وفتن ومشاكل بين انديه جماهيريه. احنا قلنا مش هنسمح بالكلام ده، النادي الاهلي كبير الانديه المصريه بيحافظ دايما على علاقاته مع جميع الانديه وتحديدا الانديه الشعبيه، حتى وان رفض البعض زي وكيل اللاعبين محمد شيحه اللي طلع في تصريح غريب جدا بيحاول فيه يقلل من قيمة النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي، وزي ما قلت لحضراتكم بيلعب في المنطقة الجماهيرية بين جماهير الأهلي والإسماعيلي. نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا جدا. يعني دايما المشكله اللي بتواجهني مع الناس في اسماعيليه ان كانت تواجهني بعض المشاكل، يا كابتن انت ما جبتش محمد فاروق ليه؟ طب محمد فاروق ب 10 مليون هجيبه منين؟ ادفع من جيب انا. بس في الاخر بقى وانت بتتكلم، كل احترام نادي بيراميدز، اخر حاجه انا بفكر فيها الفلوس، لان الروح دايما هي اللي بتكسبك. انا المفروض اعلق ولا اسكت؟ قول لي ايه، قول لي. يعني انت مثلا ايهاب جلال بيديك هنا 10 جنيه وانا هخليك تشتغل في قناه اقل من دي مستوى، اقل من قناه تن 10 مستويات، وهديك مليون جنيه في الحلقه، هتعمل ايه؟ يا سلام، شفت؟ بروح انا يعني، شفت؟ بروح انا، بروح انا. انا روحي في تن. لا لا، كل الكلام ده راح. لا بس انا بكلمك بقى، خد بقى، بص انا بكلمك، انت صعبان عليا، انت صعبان عليا انت وكل الاهلاويه. اسمع بس، قول لي بقى يا سلام. اقول لك ليه؟ عشان انتوا كنتوا بتدخلوا تعملوا اللي بيراميدز بيعمله، فربنا عامل ايه بقى؟ ما هي الدنيا ايه؟ داين تو داين، دايره وبتلف. وبعدين فيروح عامل ايه؟ داخل واخد وماشي. خد بس، انا بصراحه لا انكر ان انا فرحان فيكم. اسالك سؤال. انا لا انكر، شفت الصراحه؟ ماشي، بس انت صاحبي وحبيبي برضه. خدت اللي انت عايزه. احنا برضه اللي بنكسب. انا مفيش كلام. بس كده. ما هو انتوا في عوامل اخرى. لا. الجمهور يعني. كوره. الجمهور على الهواء. كوره وجمهور. الجمهور. الجمهور طبعا. روح الفانيلا. طبعا. والملائكه راتين عليك. ده الملائكه. بص هقول لك حاجه. اتفضل. هل العوامل الاخرى تقول لك انك تكسب فيتا كلاب في فيتا كلاب 3-0؟ لا لا لا، النادي الاهلي عنده فرقه كويسه جدا. بس. فرقه نادي الزمالك ككوره احسن من فرقه النادي الاهلي. لكن عناصر التنظيم وعنصر اداره النادي الاهلي واداره الكوره سيد عبد الحفيظ والكلام ده كله قافلين على اللعيبه بشكل كويس جدا. فده النتيجه اللي بتظهر قدام الناس، ان فرقه النادي الاهلي متماسكه. بالاضافه ان المدرب، انا مختلف مع كل الناس، انا شايف انه مدرب كويس جدا ومعاه سامي قمصان واحد من افضل المدربين اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي. فقافلين على نفسهم بشكل كويس. بالزبط. وده اللي بيفقده المؤسسي، الشغل المؤسسي موجود. بص حضرتك، ده اللي بيفقده بيراميدز. تحس ان هم مشاع، تحس ان هم مخترقين. هل وجود ميدو دلوقتي ممكن يغير؟ لا. من حق كل شخص يحدد هو ممكن يتجه اي اتجاه وايه اللي بيخليه ياخد قرارات. في البعض فكرة المادة هي رقم واحد، فبالتالي لما تزيد المادة بيروح للاتجاه ده، حقه تماما. وفي ناس تانية عندها حاجات أسمى بكتير، ربما تكون سخرية البعض زي ما خلاص الموضوع ده بقى قديم، مفيش روح أو الكلام ده والعوامل الأخرى. وأنا فرحان فيكم وأنتم وجماهير النادي الأهلي صعبانين عليك. يا رب دايما نكون أبطال أفريقيا، ويا رب دايما نكون متسيدين الكرة محليا عشان نصعب عليك اكتر واكتر. لكن فكره ان النادي الاهلي بيعمل زي اي نادي تاني اخر، اعتقد انت مش واخد بالك ومش متابع ان النادي الاهلي بيعمل وضع مختلف تماما. النادي الاهلي بيحافظ على لاعبيه، بيحافظ على قيمه ماليه معينه، بيحافظ على سقف للاعبيه مهما كانت قيمتهم، بيمنح لاعبيه ساعه واحده فقط. اما اختيارك للنادي الاهلي بالروح والانتماء والحاجات اللي ملهاش قيمة عند محمد شيحة، وإما اختيارك للمادة، فاللي بيختار المادة هو بالتأكيد بيندم بشكل كبير جدا إن هو فرط في جماهيرية النادي الأهلي، ووجوده داخل كيان هو الأعظم في أفريقيا. أما بالنسبة للعوامل الأخرى فأنا أخدها بهزار، وإنت أكيد بتقصد عوامل زي مثلا لما نروح فيتا كلوب في عز الحر فالجو يمطر، ناخد الموضوع ده بهزار، لان صعب جدا ناخد الموضوع ده بجد، لان عوامل النجاح في النادي الاهلي انت ذكرتها في الجزء الاخر من الفيديو، من اداره، من مدير كره بيعرف بجد يقفل على لاعبيه ومعاه المفتاح، مش بيقفل وبيدي المفتاح للاعبين،
من كمان مدير فني بيتم اختياره بعناية وبيأدي عمله بشكل دقيق وبيحقق نتائج من قائمة لاعبين، حتى لو انت شايف ان في قائمة لاعبين افضل منها، اعتقد هم بيردوا في الملعب. اعتقد يا فارس كان رد محتاجين اننا نوضحه بشكل دقيق. بشكل دقيق هو بيفكر بالشكل اللي هو عليه، هو بيفكر بالعوامل اللي بتحسم قراراته، وهي ان فريق دخل بيدفع اموال اكتر فاذا النادي الاهلي تراجع. عايز اقول لك حاجه، هو عملها فكره التفكير المغلق اللي ما بيقديش لحاجه خالص. ايه هو التفكير المغلق؟ دايره مفرغه حطها لك، نادي اكتر منك بيشتري، حلتها زي ما انت قلت يا اسامه، لسه باخد بطولات، راح حطها لك في عوامل اخرى. بس رحنا مباراه فيتا بنلعب خارج ارض ملعب ترتان، حكم كان عندك سابقه سيئه معاه وبتكسب، اذا الملائكه. فدايره مفرغه من لا شيء، حقيقي دايره مفرغه من لا شيء، لا تفكير. ولكن البعض يحتاج ان يتحدث عن النادي الاهلي بشكل لائق، ودي رساله مهمه. ما ينفعش تتكلم عن النادي الاهلي بشكل لا يليق ابدا، خصوصا لما نشوف الفيديو اللي جاي فنعرف الخلفيه الذهنيه اللي انتجت هذا الراي العجيب. نطلع ونشوف الفيديو. جمهور الاسماعيليه الى حد كبير ما بيحبش النادي الاهلي. جمهور الاسماعيليه ما بيحبش النادي الاهلي؟ الى حد كبير يعني. ده من زمان ولا الموضوع ده عشان الاهلي اخذ لعيبه كتير من الاسماعيلي؟ من زمان، من ايام الحرب والحاجات اللي والله احنا بنسمع، ما شفتش لكن بنسمع. يعني حتى الاسباب اللي عنده هو مش عارف فين المشكله. وفكره شيوع اللفظ بتاعت جمهور الاسماعيلي ما بيحبش النادي الاهلي، النوعيه دي من الالفاظ والتصريحات هي اللي عملت مشاكل، وهي اللي وصلت لكده، خصوصا لو مبنيه على برضه الولا شيء. لان موضوع التهجير ردينا فيه ازاي النادي الاهلي لما ده حصل ما تأخرش على النادي الاسماعيلي حتى بعد ما مشي من استضافه نادي الزمالك ليه، ومباراه الاهلي الزمالك والاسماعيلي والترسانه في الدار الصيفيه اتلعبت على ملعب النادي الاهلي بعد ما ساب نادي الزمالك. ومش احنا اللي هنرد، الافضل ان حد فاهم اللي البعض قاله وهو مش فاهم هو يرد. خلينا نروح للفيصل في الامر، برغم ان احنا اتكلمنا ولكن ان عدتم عدنا وعندنا رموز اتمنى من الاستاذ محمد شيحه يتعلم جيدا من رموز النادي الاسماعيلي. نطلع نشوف فيديو الكابتن اسامه خليل احد رموز النادي الاسماعيلي ونرجع نعقب. فعلا علشان ما تردد ان النادي الاهلي رفض استقبال الاسماعيلي في فتره من الفترات لما حصل تهجير وما كانش فيه، وان نادي الزمالك هو اللي استقبل الاسماعيلي او استقبل تدريبات نادي الاسماعيلي في التوقيت دوت. ايه القصه يا كابتن اسامه؟ القصة سهلة جدا يا اسلام. يعني طبعا الكلام ده ان رفض استقبال الاسماعيلي كله كلام مش مظبوط. مش مظبوط. هي كلام يعني هي مرسل، وفي نفس الوقت الكلام تردده الجماهير، وانا شايف ان بدون اي سند. اعتقد يا فارس رد زي ده رد الكابتن اسامة خليل بخلفيات كتيرة جدا، مش بس هو اللي كان بيقول الكلام ده، لكن احنا جايبين نماذج من نجوم الاسماعيلي عشان توضح لمحمد شيحة. وعشان الناس ما تعتقدش في التكرار، احنا عندنا اراء كتير، ولكن في حاجه برضو قيلت في الوقت ده وهي ازمه كابتن رضا وانتقاله من الاسماعيلي للنادي الاهلي. تعالوا نشوف كابتن سيد بازوكا وهو بيقول شهاده للتاريخ في حاجتين، فكره عدم استضافه النادي الاهلي وكابتن رضا. نطلع ونشوف الفيديو. لكن الاهلي ما رفضش؟ لا ما رفضش استضافه الاسماعيلي لا باي مرفضش. شكل من الاشكال ولا رفض في اي حاجه. هما مين سبب المقوله التاريخيه بان الزمالك ابن عمنا علشان لا الزمالك الاهلي استضافنا؟ يعني انت عارف الزمالك استضافنا، هما بيقولوا بس ابن عمنا انه الزمالك ما خدش مننا لعيبه. انما نادي الاهلي خد لعيبه. الاهلي خد لعيبه كانت خد بدايتها لعيب واحد. بص هاني الناس لازم تعرف التاريخ. ما خد واحد بس لعيب فيس تو فيس كده. كابتن رضا؟ لا خد رضا رجع خلاص. رضا يعني ما كان وقتها في مشكله كبيره. انا عايز تفكر الناس دي اسالك عليها. سليم. لا رضا زعل من النادي وجا هنا وجمع نادي الاهلي وما زعل من النادي ليه؟ يعني ما اعرفش كان في مشكله. يعني فكرني بيها. انا عايز اعرف. اقسم بالله لو فاكر اقول لك. جت كان مشكله، كان زعلان من النادي يعني. كان تقريبا عاوز يبقى ظابط والنادي ما ساعدوش، يعني انا مش فاهم بالظبط عشان يعني يبقى كلامي دغري وصادق. فالمهم جاء مضى في نادي الاهلي رجعه كاب صالح. جاء رجعوه لما الجمهور
زعل. لا الجمهور زعل طبعا. هو ما نعرفش يعني، لازم الناس تعرف انه لعيب واحد في نادي الاسماعيلي اللي نادي الاسماعيلي اشتراه، نادي الاهلي اشتراه من الاسماعيلي، اللي هو مين؟ اللي هو شريف عبد الفضيل. وبستة مليون، يعني مبلغ ما فيش باك بتدفع. غير كده كان مفارقه غريبه جدا في اللي قاله كابتن سيد بازوكا، كابتن صالح سليم في موقف رضا، كابتن حسن حمدي في موقف شريف عبد الفضيل، كابتن محمود الخطيب مؤخرا فيما يخص دعم النادي الاسماعيلي باي حاجه هو محتاجها او نقدر عليها. ده اللي لازم البعض يتعلمه، وكفى فتن بين الجمهور.